يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأسأل الباري تبارك وتعالى وتقدس أن يحفظ الإخوة في جمعية الإخاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتهم وفي ذراريهم وأن يبارك في جهودهم وأعمالهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم أحدا منا الأجر. طيب، كان طيب إذن هذه هي الحصة الثانية في الموضوع الذي كنا فتحناه في أظن الأسبوع الفائت تقريبا. الموضوع ديال الكلام شغل الناس كثيرا في الشرق والغرب. أقول يعني بعد المحاضرة الأولى رأيت يعني الجملة من الكلام عليه بإذن الله عز وجل سيبنى هذا اللقاء الثاني. كنا تكلمنا يعني ذكرنا يعني جملة من المسائل بواحد النوع من الإجمال الذي يحتاج لابد إلى تفصيل وإلى تفسير وإلى بيان. قلت الموضوع شغل الناس كثيرا لا سيما في هذا الشهر الطيب المبارك، فتتضارب يعني الأقوال بين يعني بين المسلمين فيما يخص واحد الأمر الذي هو خطير جدا، ما يعني ما ينبغي أن يخفى أمره أبدا. الأمر ديال الصلاة واحد الأمر عظيم جدا، وأنا أذكرت قلت يبعد أن يكون من حكمة الله عز وجل أن يضيع صلاة المسلمين. تصور دابا مثلا تاغن يعني مثلا نقولوا بأن أغلب يعني أهل الإسلام ما تيصليوش الصلاة ديال الصبح في الوقت الذي أراده الشارع والحاكم، هذا يعني مستبعد جدا. لكن أنا قلت يعني لا بأس من المذاكرة ولا بأس من المدارسة، ثم يعني لا بأس أن نأتي على المسألة بجميع النواحي أو من جميع النواحي. أنا كنت ذكرت وأكرر بأن ثمة خطأ، كاين شي خطأ ثمة يدور. المسألة ليست كما تتداول أبدا، يعني كما يظن البعض بأنه مثلا قد خفي ميقات صلاة الصبح وموعد الإفطار وكذا الإمساك، ولا يعرف ذلك إلا ما نظر من أهل الإسلام. قلت هذا لا يصح أبدا قطعا. لكن انتبه، منين ذكرنا الكلام في المحاضرة الأولى، أنا الذي حقيقة يعني لفت انتباهي وهو أن جملة من الإخوة حفظهم الله عز وجل صار يوافقون في بعض الجزئيات، خلونا نسميها بحال هكذا يعني باش ان شاء الله عز وجل نتكلم بنوع من الانصاف. من ذلك مثلا ان بعض الاثار التي اثرت عن بعض السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نعم كان الغرض منها الامساك وما كان المقصود او المراد الصلاه ابدا. لكن شوف باش غنى لابد أن
نعي المسألة جيدا، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يبحث وأن يتذكر، يعني بالمناسبة يعني هذا المجلس هو أشبه بالمدارسة والمذاكرة، يعني حتى مثلا يعني بعض الإخوة إذا أراد أن يتدخل يطرح رأيه وكذا فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. قلت أراه ماشي مثلا، يعني حتى باش نفهموا الموضوع مزيان، ماشي بقى يعني الأمر بقي على حاله ثم بعد 15 قرن فقتي انت مثلا ثم بديت كتشوف الشمس كتقول مثلا راه كاين شي خلل في صلاه الظهر، او مثلا نظرت الى الساعه ثم قلتي راه تما شي خلل في صلاه الصبح، راه ماشي هذا هو الامر، باش ننتبهوا. قصارى ما في الامر ان يعني من يثير هذا الموضوع هذا الكلام اقصى ما يستطيع ان يذكر او اقصى ما وقف عليه هو كلام لبعض الأئمة والعلماء المعاصرين، يعني باش نتفق يعني باش نوضع الأمر يعني كما هو، بمعنى أن هذا مثلا الآن من يتفق ومن يوافقنا مثلا في أن هذه الآثار التي أثرت عن أبي محمد الأعمش رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عن أبي عائشة مسروق بن عبد الرحمن وابن الأجدع وغيره من التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، كأبي بكر بن عياش، أبي عروة معمر بن راشد وغيرهم، تنبه البعض بأن الآثار المذكورة عن هؤلاء ليس الغرض منها صلاة الصبح، لا سيما أثر الأعمش، لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تصحرت. انتبه وأكرر الآن يعني من يثير هذا الموضوع، بل أقول وبصريح العبارة، من يرى الإمساك والصلاة بعد 40 دقيقة بعد الأذان أراه ماشي مثلا بقى الأمر كما ذكرت على حاله ثم بدأ يترقب الشمس، لا، أراه غي جاءه الكلام من هنا وهناك. فإحنا إذا بغينا مثلا ندرس الموضوع مدارسة علمية فلا بد أن نوضح المسائل كما يجب أن تتضح. العمدة ديال هاد الإخوة حفظهم الله عز وجل وبعض المشايخ وإلى غير ذلك الكلام المعروف المشهور، قلت راه الكلام يثار في الشرق والغرب، أغلب هؤلاء العمدة ديالهم فيما يعني ذهبوا إليه كلام الإمام والشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بمعنى أنك مثلا أنت ماشي ذاك الشيء جاء من عندك، لا، وإنما أنت يعني مثلا سمعت بأن الكلام أفتى به أو أن هذا الرأي رآه بعض العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليه كتقي الدين الهلالي والشيخ الألباني وغيرهم، نظر الباري تبارك وتعالى وجوههم، فأنت خذيت الأقوال دياله، لكن انتبه راى عمدة الشيخ تقي الدين الهلالي هو الكلام ديال الأعمش، بمعنى فباش انت غتتصل بي مثلا أو تكتب لي أنك راك توافقني فيما ذكرته وأنا عن الأعمش، انتبه هذا الشيء هو اللي بغينا نبينه اليوم، ثم نكمل الكلام غدا باش غنصور المسألة ونذكرها بجميع جزئياتها، لا نترك إن شاء الله عز وجل شريدة أو واردة إلا نأتي عليها بالتفصيل والتفسير ثم نطيل الكلام، علاش؟ لأن الغرض إيضاح المسألة بحيث ما نتركوش بإذن الله عز وجل الإشكال أو اللبس عند المستمع الكريم. غنذكر بعض المسائل كانت قد ذكرت، يعني ذكرتها بشكل يعني ذكرتها مجملة، الآن نأتي إن شاء الله عز وجل بنوع من التفصيل. انتبهوا الآن فيما يخص الصلاة، فيما يخص الصلاة نذكرت بأنها فرضت قبل الهجرة بسنين، اختلف أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم بكم، أنا قلت بأن الموضوع لا يهم لأن القصد أن الصلاة يعني في التشريع سبقت الصيام، سبقت الفريضة ديال رمضان، راه غنجيو إن شاء الله عز وجل الكلام بالتفصيل. فأول ما فرض الله تبارك وتعالى الصلاة كما كتعرفوا جميعا كان ذلك في ليلة الإسراء، قلت اختلف العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في أي سنة بالضبط، بالمناسبة لتقولوا بأنها فرضت يوم 27 رجب، يعني
هذا الكلام كله لا يصح. من جملة البدع إحياء أمثل هذه الليالي. ما كاينش شي واحد نص على أن ليلة الإسراء كانت في 27 رجب، هذا الشيء يعني أبدا، بل حتى السنة يعني الناس اختلفوا فيها، 6 سنوات 5 سنوات 4 يعني إلى غير ذلك. أما الشهر يعني كما ذكرت هذا من جملة البدع للأسف الشديد. وقت ما الكلام يعني في الخطبة الجمعة كانت في شهر التي كانت في شهر رجب. الشاهد أن الصلاة فرضت، وأعني بالصلاة يعني حين فرضها الله عز وجل كما هي الآن، لا سيما من حيث العدد 5 صلوات. وإلا فاختلف العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، يعني هل فرض الله عز وجل الصلاة يعني قبل ليلة الإسراء؟ يعني كلام فيها طويل جدا، حتى كان ذكر يعني قديما يعني حين الجدال مع بعض الملاحدة وأشباههم من الزنادقة والعلمانيين الذين يتكلمون ظلما وزورا وبهتانا، تيشنعوا زعموا على أهل الإسلام بأنه تيطرحوا واحد الإشكال، كيف صلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالأنبياء يعني ليلة الإسراء وهو لا يدري ما الصلاة؟ تقولون بأن الصلاة فرضت يعني ليلة الإسراء ثم صلى بالأنبياء؟ اختلفوا بعدما أسري به أم عفوا بعدما عرج به أم قبل، لأن الصلاة كانت في بيت المقدس. ثم حتى نوع ديال الصلاة واش كانت يعني عبارة عن دعاء أو الصلاة المعروفة الآن الذي صححه أئمتنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنه صلى بهم الصلاة المعروفة، ليست يعني بمعناها اللغوي الدعاء، لا. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل يعني ليلة الإسراء، أو كان يصلي صلى الله عليه وسلم عليه، بل بعض الأحاديث فيها إشارة قوية على أن الصلاة فرضت قبل ليلة الإسراء، منها حديث البخاري، الحديث ديال أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، حين سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه استفسير عن هذا النبي الذي أوحي إليه، فقال فكان يعني من جملة ما ذكر أنه يأمرنا، فذكر الزكاة ثم الصلاة. لكن تبه كانت يعني اختلفوا حتى في الهيئة ديال الصلاة كيفاش كانت، فذكر البعض على أنها كانت في الليل فقط، ثم ذكر البعض على أنها كانت في يعني في الغدات ثم في العشي، أظن ممن ذكر يعني ذهب هذا المذهب إبراهيم الحربي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وغيره من أئمة الإسلام. وبعضهم تيشوف بأنه الصلاة كانت من خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بمعنى أن الله عز وجل فرض الصلاة على النبي فقط. أما غيره من الصحابة فما كان يعني ما كانوا يصلون الصلاة اللي يصليها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الصلاة فرضت يعني ليلة الإسراء، ومن باب يعني الفائدة، أول ما فرضت الصلاة فرضها الله عز وجل ركعتين. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضها والحديث في صحيح البخاري، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر ثم زيدت في الحضر. يعني من زل الله عز وجل فرض الصلاة 50 صلاة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عليه يراجع الله عز وجل يلتقي مع موسى، الحديث ديال الإسراء الذي صححه الشيخ الألباني عنده رسالة في الحديث ديال الإسراء رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إلى أن يعني أصبحت صارت 5 صلوات، لكن كانت جوج ديال الركعات ماشي 4 فيما يخص الظهر والعصر والعشاء. في بعض الروايات على أن صلاة ديال المغرب كانت 3 ديال الركعات، يعني هكذا أنزلت ماشي 2. إذن الذي زيد فيه إنما هو الظهر ثم العصر ثم إيش ثم صلاة العشاء، ثم بقية الصبح يعني 2 ركعات. قال بعض شرح الحديث لعلة على أن الإنسان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فأبقاها الشارع والحكيم كما نزلت 2 ركعات. انتبهوا، دل هذا على أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد المدة طويلة جدا، 5 سنوات 4 سنوات هم كيصليوا الصلاة التي فرضت اللي هي 5 صلوات، لكن تصليوها 2 ركعات. أما فيما يخص القبلة فكان يتوجه على قول إلى يعني مكة شرفها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماء، فحين هاجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة صلى وهو يستقبل بيت المقدس 16 شهرا، ثم تحول إلى مكة شرفها الباري تبارك وتعالى وتقدس.
إذن الآن يعني الصحابة يصلوا مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والصلاة أنزلت بميقاتها بوقتها ولوقتها. يقول الباري تبارك وتعالى: وتقدس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلكل صلاة ميقات محدد. يعني فيما يخص المواقيت ديال الصلاة فيها أحاديث كثيرة جدا، والله تبارك وتعالى نص في القرآن الكريم في غير ما آية نص الله عز وجل على أعلى الأوقات ديال الصلاة. لكن انتبه بشكل مجمل، ماشي مثلا بدك التفصيل اللي كاين في الحديث الذي نراه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما كان الوقت ديال الصلاة يعني الذي ذكر في القرآن ذكر بشكل مجمل في آيات كثيرة جدا، منها مثلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال بعض أئمة التفسير على أن الآية انتظمت الصلوات الخمس. فين؟ تقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار، فالطرف الأول صلاة الصبح، الطرف الثاني الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه الآية ديال وهي في سورة الإسراء بالمناسبة. طيب تقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه اللام غتنفعنا في التوقيت الفلكي. بعض الإخوة حفظهم الله عز وجل كتب يعني بعض الفضلاء، يقول حفظه الرب تبارك وتعالى وتقدس: الذي يزعم على أنه يعني راس الصلاة أنيطت بالحساب أو بالتوقيت الفلكي، فهذا قد زعم أن الله عز وجل نسخ الصلاة أصلا، ما بقيناش كنعرفوا الصلاة أبدا. لا، ليس الأمر كذلك. وبدليل هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب هذا اللام ديال لدلوك الشمس، قال بعض الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، أفادت يعني التأقيت أو التوقيت، ومن اختار يعني هذا القول الإمام القرطبي أبو عبد الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من يذكر بأن هذا اللام يعني لام الظرفية، اختاره أبو حيان صاحب البحر المحيط، فغتكون يعني تكون معنى ديال الآية أقيم الصلاة عند أو بعد، اختلفوا يعني حتى من قال بأنها للظرفية اختلف. نص بعضهم على أن هذه اللام هذه هي لام التعليل أو لام السببية، تسمى بلام كي أو بلام الأجل. احنا نشوف يعني بالمناسبة ممن اختار هذا القول، أنا كنت ذكرته، أبو العباس القرافي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الذخيرة، ثم ذكر كلاما طويلا رغيجي في من غنتكلم إن شاء الله عز وجل بالتفصيل فيما يخص درجة 18 والتوقيت الفلكي عموما. نصوا على أن هذه اللام هي لام التعليل، وأن الله عز وجل جعل دلوك الشمس سبب لدخول وقت اختلفوا المغرب أم الظهر، الجمهور على أنه وقت الظهر، لأنهم اختلفوا في معنى الدلوك، فقال البعض هو يعني زوال الشمس، ميلان الشمس، لأن الدلوك في اللغة هو الميلان إلى غير ذلك، وذكر البعض على أن المراد هو الغروب، لكن كما ذكرت يعني الجمهور على أن المقصود بالدلوك هو زوال الشمس، فيكون المقصود هو صلاة الظهر إلى غسق الليل. الغسق هو يعني البداية ديال الظلام، حلول الظلام، بدو الظلام يسمى غسقا، فهو إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء، وقال البعض المغرب فقط، وإنما العشاء ذكرت في قول الله عز وجل: وزلفا من الليل، وقرآن الفجر هي صلاة الفجر. إذن الآية انتظمت على قول يعني جمهر من الأئمة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال الصلوات الخمس في القرآن، قيل وأين، فذكر الآية. قلت بأن يعني هذا لم اختار جملة من العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم على أنها لامه لام السببية. طيب سبحان الله، ممن يختار يعني هذا القول من غير القرافي رحمة الله عز وجل، أنا تنسميه بفاضحي الأشاعرة أو بفاضحي الأشعرية،
شكون غيجبدو؟ ابن الري محمد بن عمر أبو عبد الله الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في التفسير الكبير ذكر عن الواحد وغيره بأنه هذا لم يعني مقصود به لم السببية، ولكن علاش يعني كان واحد الخلل في قول الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وحتى في قول أبي العباس القرافي. سبحان الله، الأشاعرة أجمعوا على أنه ليس في القرآن الكريم إلا لام العاقبة أو لام الصيرورة، أما لام التعليل أو لام السببية فتقولوا بأن القرآن الكريم ليس في في كتاب الله عز وجل بل حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيء يحتاج يعني إلى بسط ويحتاج إلى تفصيل، كما لا يخفى بأن الأشعرية نفاته التعليل، لا يعللون أحكام الله عز وجل ولا أقواله، يقولوا بأن الله تبارك وتعالى يفعل لا لحكمة ولا لعلة، فإن أمر فهذا الشيء اللي أمر به لا يحبه ولا يبغضه، وإنها حتى يعني وإنها عن الشرك، فإن الله تبارك وتعالى لا يبغضه ولا يفعل لغرض، فأقوال الله عز وجل غير معللة عند هؤلاء. ولكن بعض هؤلاء من تدرسوا لا سيما يعني في غنمشوا مثلا في أصول الفقه، غنمشوا مثلا في الركن الثالث من أركان أصول الفقه، غتمشوا مثلا باب ديال الباب ديال الأدلة لا سيما الدليل ديال القياس، فمن تتكلموا في علة يتضارب الأقوى ديالهم واحد التضارب لا يتصور، ويتناقضون واحد التناقض عجيب جدا، لا سيما يعني الذي ينظر في كلام أبي عبد الله الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أو حتى في الكلام ديال سيف الدين الآمدي رحمة الله عز وجل عليه، عندهم يعني واحد يذكروا التناقض ديال الأصحاب، واحد التناقض عجيب جدا. قلت بأن القوم هم الفلاسفة، يعني الناس اللي تنفيوا يعني نفات العلة ونفات الحكمة الفلاسفة، ثم قلت الأشاعرة بالإجماع والاتفاق، ما بغيتش نفصل أكثر، رأي إثبات العلل أو إثبات العلة عند هؤلاء بمعنى أن الله عز وجل يفعل لعلة أو يفعل لغرض أو أن أفعاله معللة، تيقولوا بأنه اللي غيقول يعني يعلل أفعال الله عز وجل يلزمه أن يقول بحدوث ذات الباري تبارك وتعالى وتقدس، فطردا يعني لأصلهم الذي هو قرآن هؤلاء النفات ما يسمى بنفي حلول الحوادث عن ذات الباري تبارك وتعالى وتقدس، يعني التزموا كما ذكرت يعني في التعليل. فالشهيد بأن الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذكرت القول دياله، فانتبهوا احنا مين غنقولوا بأنه مثلا يعني يعني أن الله عز وجل أناط الأوقات ديال عفوا أناط الصلوات بأسباب أو بعلل، يعني ممكن نسميها مثلا الدلوك ديال الشمس أو مثلا غياب الشفق أو طلوع الفجر، نسميه مثلا سبب لدخول وقت صلاة كذا أو علة لدخول وقت صلاة كذا. فرق بعضهم يعني بعض أئمة الأصول يفرقون بين السبب وبين العلة بتفريقات كثيرة جدا. الفرق مثلا من بين الفروق المؤثرة، يقولون بأن السبب ما لا تعرف حكمته والعلة ما تعرف حكمته، من غير نقولوا احنا مثلا بأن الإسكار علة لتحريم الخمر، فنعرف الحكمة شنو هي، أن الواحد إذا أسكر غيمشي غيقتل غيسرق إلى غير ذلك، إذا حنا كنعرفوا الحكمة علاش الله عز وجل حرم الخمر، تنعرفوا الحكمة من هذا التشريع، لكن من غنقولوا مثلا بأن دلوك الشمس سبب لدخول وقت صلاة الظهر، قد يقول قائل لما لم يجعل الشارع الحكيم مثلا سبب ديال مثلا دلوك الشمس سبب لدخول وقت صلاة الصبح، ما الحكمة من ذلك؟ الله أعلم، تنعرفوش، فسمي سببا عند أئمة الأصول. من غنقولوا بان دلوك ديال الشمس سبب لدخول صلاه كذا، احنا ماشي كنتكلموا على الاحكام التكليفيه، تنتكلموا على الاحكام الوضعيه، انتبهوا، بمعنى احنا مين تنجيو الماده ديال اصول الفقه اللي هي مثلا بنيت على اربعه اركان، الحكم ثم الدليل ثم وجه الاستدلال ثم المستدل، الركن الاول اللي هو الحكم تنقسم الى قسمين، الحكم التكليفي ثم الحكم الوضعي، شنو هو السبب ثم الشر ثم المانع، هذا في الكتب المبسطه المطوله تزيدوا الصحه والفساد على قول وعلى رأي الأحناف تيفرقون بين البطلان وبين الفساد. إذن احنا مين تنقولوا مثلا يعني حكم وضعي، فهذا عند يعني يعني يدخل تحت كلام لا يدخل فيه الأحكام التكليفية، وفرق بعضهم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بثمانية فروق،
وبعضهم يذكر أكثر من ذلك. إذن فالله عز وجل أناط الصلوات الخمس بأسباب كيفما ثبت هذا السبب فقد وجبت به الصلاة، بمعنى أن الشارع الحكيم لم يحدد وسيلة لثبوت أو لإثبات هذه الأسباب فيما يخص الأوقات ديال الصلاة. انتبهوا، أنا قلت ذاك النهار ما تنتكلموش على الأهلة ثبوت أوائل الشهور، هذا الشارع الحكيم حدد وسيلة لهذا السبب. شنو هي الوسيلة دياله؟ هي الرؤية في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فمن شهد اللي غيشوف المشاهدة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم تقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه كولوا لرؤيته، لرؤيته فإن غم عليكم فكملوا، وفي لفظ فأكملوا العدة 30. الشاهد اللي عندي في الحديث صوموا لرؤيته، لرؤيته. فنص النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه حدد الوسيلة لهذا السبب وحدده في الرؤية. وقد ذكر على أن بعض الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم خالف في ذلك، منهم بعض التابعين وانصوا على حتى صحة حساب الأهلة ماشي مواقيت الصلاة، وذكرت من بين هؤلاء عبد الله بن الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. كان بعض الرسائل غتقرأها غتخرج بأن الحساب راه السبكي رحمة الله عز وجل عليه راه فيه كلام طويل جدا، وإن كان البعض قد نقل الإجماع على أن الوسيلة على أن الرؤية هي الوسيلة الشرعية، لكن فيما يخص الصلوات أبدا. فإن قال قائل بأنكم تمرى مثلا ضيعتوا هذه الوسيلة، أو تقولوا لا راه الشارع الحكيم أصلا ما حدد وسيلة لهذا السبب الذي هو الدلوك غياب الشفق مثلا الوقت ديال العصر، إلا والشمس بيضاء نقية، إلا والشمس مرتفعة، طلوع ديال الفجر، الغروب ديال الشمس بالنسبة للمغرب، غياب الشفق بالنسبة للعشاء. فهذه الأسباب إن ثبتت بالرؤية أو بغير الرؤية فهو من الشرع. انتبهوا باش غتقول لي مثلا ترى الشيء ماشي من الشرع، جزاكم الله خير، هذا راه كلام ادعاء ترى عظيم جدا. احنا راه نحاجج الناس في أبواب الاعتقاد بصحيح النقل وبصريح العقل. احنا راه مين تنقولوا المادة ديال الحساب، انا مين نقول لك بمعنى مين نقول لك مثلا بان المستقيم هو اقرب صله الى نقطتين، تقول لي انت اين قال الشارع الحكيم داك الشيء؟ مين نقول لك مثلا بان مجموع زاويه المثلث يساوي مثلا زاويتين قائمتين، شنو تقول لي انت؟ ما بغيتش نضرب يعني بعض الامثله الكثيره جدا من جنسي يعني اللي تنقول لكم دابا راه الشيء لا يتخلف ما تيتبدلش. فباش غتقول لي مثلا انت بان راه هذا الشيء يعني راه ما دخلش في الشرع، انتبهوا جزاكم الله خير. وقد ذكرت على أن جملة من أئمة الإسلام قد ناقلوا أو لا يعرفوا ما تعرفوش من خالف في هذا الشيء بأنه يعتد بالحساب في يعني في تحصيله يعني أوقات الصلوات، وذكرت الكلام ديال القرافي رحمة الله عز وجل عليه. بل هذا أبو زكريا النووي يحيى ابن شرف أو النووي فرق بين القبلة والصلاة وثبوت أوائل الشهور فأجاز الحساب لمن للصلاة تحديد القبلة، أما في يعني فيما يخص تحديد أوائل الشهور قلنا نعم. نرجع إذن هالمواقيت ديال الصلاة فيما يخص الأحاديث غنجيو عندها. قلت كان آيات أخرى مثلا قول الله عز وجل مثلا في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، انتظمت فيها الآيات يعني في الصلوات الخمس. في سورة قاف انت أرى هذه الآيات ديال المواقيت إن كان في سورة ديال الروم، سورة ديال الإسراء، سورة قاف، سورة طه، كلها مكية. وبعض هذه كسورة الروم مثلا وغيرها نص بعض العلماء بعض يعني أهل التفسير في المقدمة ديال تفسير السور تيقولوا لا نعلم خلافا على أنها مكية، وما يجب أن تكون مكية، مراه الصلاة فريضت في مكة. ثم أحاديث يعني ديال المواقيت أحاديث كثيرة جدا غنجيو عندها إن شاء الله عز وجل. الحديث ديال أبو موسى الأشعري، الحديث ديال يعني رفيع بن خديج، الحديث ديال عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها وأرضاها، حديث سمراء بن جندب، حديث عبد الله بن مسعود، حديث ديال
ديال أبو برزة رحمة الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، الرجل الذي جاء ثم تصلي الصبح لا يعرف الواحد يعني وجه جالسه، غيش إن شاء الله الكلام. فين بغيت نوصل؟ انتبهوا الآن، عندنا الصلوات الخمس فريضات، الأوقات ديالها معروفة. أنا الآن بغيت نطرح عليكم واحد السؤال، أين قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ بيكي. طيب، أين حديث عدي ابن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه؟ أين حديث سهل أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه؟ أنجوا عندهم. انتبهوا بارك الله فيكم، أرى هذه الأحاديث وقول الله عز وجل وكلوا واشربوا أتشركوا شي في المدينة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى، هل اختلف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في وقت صلاة الصبح حين فرضت الصلاة؟ عندنا مثلا بأن الصديق رضي الله تبارك وتعالى وصح عنه، غيجي إن شاء الله غنقرأ الأثر ديال أبو بكر، تيقول ليه مثلا غلق الباب كذا باش ما يدخلش باش ما يهجمش عليه الفجر. طيب سيفت مثلا واحد الصحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، تيقول ليه طلع الفجر، تيقول له سير قب مزيان، تيقول له راه تبين الفجر، تيقول له الآن أبلغني شرابي، الآن جيب لي غير. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه. في الحديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أين حديث حذيفة؟ إن صح غيجي إن شاء الله الكلام بالتفصيل، ولم يصح أنه تصحر بمعنى الرفع، تصحر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. في الحديث ديال علي، الأثر ديال علي أنه تصحر بعد طلوع الفجر، فين ديال عبد الله بن مسعود؟ أكيد جاءت الشعر أبدا، لا في مكة ولا قبل أن يفرض الركن ديال الصيام أبدا. واش فهمتوني اللي بغيت نقول؟ بمعنى موطن احتجاج هؤلاء، أرى ما كانش ما عندوش العلاقة مع الصلاة، راه الصلاة أقحمت دخلوها بالسيف، ما كانش الصلاة هنا أبدا. فصلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مدة 4 سنوات 5 سنوات، غيمشيو دابا للمدينة، وياك مشيو دابا للمدينة، متى فرض الصيام؟ فرض الصيام سنتين، احنا غناخذوا يعني على رأي الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، في شهر شعبان غينزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا في نزلت هذه ما آية سورة البقرة كلها مدنية، فاش اختلفوا في آية واحدة جوج الآية؟ وفينا علوم القرآن واستاذة فاطمة وحريص الله عز وجل يحفظها. الآية مثلا ديال الربا قيل بأنها مكية، ثم قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قيل بأنها نزلت في مينا. فإن كان المعروف عفوا، إن كان التعريف ديال المدني ما نزل بعد الهجرة فهي مدنية، إن كان يعني غير ذلك فهي ليست مدنية. أما سورة البقرة فهي مدنية. أما هذه الآية أرى كانت عدما نزلت، انتبهوا، رأى الله عز وجل فرض الصيام وما نزل بعد وكلوا واشربوا، لأنه أول ما فرض الصيام راه جدك شيء بالتدريج. كيف فرض الصيام؟ الله عز وجل فرض الصيام ثم خير بين الصوم وبين الفدية وبين الإطعام. والحديث في الصحيحين من حديث سلامة ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه، تيقول لما نزل أو لما نزلت الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان على من أراد أن يفطر أن يفتدي، أو كان على من أراد الفطر أن يفتدي، إلى أن نزلت الآية التي بعدها فنسختها. شنو هي التي نزلت بعدها؟ قول الله عز وجل ومن شهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ثم تنسخ ذاك الحكم اللي كان الاول. لكن تما واحد الجزئيه غتنفعنا بزاف، غنفهموا من هذا الشيء راه تنقولوا الان بالتفصيل، انتبهوا يعني باش غنفهموا الموضوع اصلا منين جاء. الان راه الناس صلوا مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فين؟ راه النبي عليه الصلاه والسلام اقام المسجد في المدينه، تصلوا معاه. شكون يصلوا معاه؟ الصبح صافي. راه يعني النبي عليه الصلاه والسلام توجه للكعبه، ثم الصلاه راه زيدت، راه اقرت في السفر فقط، بقات جوج غير في السفر. فلذلك اختلف الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى عليهم مثلا يعني في القصر في بخصوص مثلا يعني السفر، واش هو من باب الرخصه من باب العزيمه؟ كلام طويل جدا. حتى ان ابا محمد بن حزم رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه تيقول بانه اللي غيصلي في السفر الرباعيه، عفوا نعم الظهر والعصر، غيصليها يعني اربع ركعات فصلاته باطله، لان الاصل ديال الصلاه فرضت هكذا جوج 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 جوج. طيب تيصليو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيء بان ابا بكر خفيت عنه اش غتخفى عليه صلاه الصبح او غيخفى على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه وقت صلاه الصبح؟ ما يعرفوش فوقاش يصلي الصبح، خصنا نعرف واش كنقولوا. الان لما ياتي مثلا احد هؤلاء فيحاججني باثر علي او باثر ابي بكر في الصلاه، هو في الصوم تيحاجني انا مثلا، انا ماشي في الصلاه يا اخي بارك الله فيك، راه خص بعدا نقراو الكلام نفهمو، يجب ان نفهم حنا ملي تنقراو الكلام خص نفهموه فديك باش غنستطيع ان نصل بعد ذلك الى نقطة البحث. راه النقطة ديال البحث ضيعناها، ماشي النقطة ديال الاتفاق، انتبهوا ماشي نقصد عاد نتفقوا، لا احنا تنفتشوا غير على النقطة ديال البحث. احنا بغينا الان مثلا نقيم حوارا، نقيم جدالا، مذاكرة، مدارسة، لكن غنعرفوا النقطة ديال البحث. احنا راه النقطة ديال البحث ضيعناها اصلا. فكيف تحاججني بأثر؟ أليس في الصلاة يا أخي؟ الناس يصلون عن واش غتخفى يعني ما الصلاة من الأمور التي تعم بها البلوى، بمعنى أن النبي راه ماشي كيصلي مرة في العام، راه خمس صلوات يوميا تيصلي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، راه يوميا كيصلي. طيب قلنا غيتفرض الصوم، انتبهوا. الآن فيما يخص الوقت ديال الصوم قبل نزول قول الباري تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، كيف كان يعني كيف حد الشارع الحكيم الوقت ديال الصوم؟ فيما يخص الامساك في الليل كان بمجرد النوم، غير تنعس فقد امسكت. مثلا غتجي يدخل مثلا الوقت ديال المغرب، مثلا دخل الوقت ديال المغرب، طيب الى نعستي صافي فقد دخل وقت الامساك، ما غاديش تفطر، حرم عليك كل شيء، الطعام الشراب والجماع الى يوم غد. وفي غير ما حديث، حديث معاذ بن جبل عند الامام احمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم مثلا حديث عند الامام البخاري تذكر يعني بانه يعني احد الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه قيس بن سلمه، شوف سبحان الله، شوف اشتغل النهار ديالو كله، فلما جاء يعني الوقت ديال المغرب دخل البيت، وسبحان الله فيه واحد الفائده نذكرها يعني من باب شوف سبحان الله، هذا غيدخل البيت نهار يعني حتى يعني هكذا جاء في الحديث، يعني اشتغل النهار كله سبحان الله، غيطرق الباب ثم يطلب كان صاي يعني كان صائما، فيطلب يعني يعني الفطر او الافطار، فسبحان الله غتقول له المراه ديالو يعني ما عندنا من شيء، سأطلب لك طعاما، غتمشي غتقلب ليه، هو سبحان الله العظيم كان شي واحد من دابا انا كنفكر نهار ديال يعني نهار كامل هو خدام، غيمشي للدار يطرق مثلا الباب ديال البيت يسأل زوجه هل عندكم من طعام، وتقول له الدراهم ما كاين والو، ويقول لك يعني نحن رجال وهم رجال، كلا ورب السماوات والارض. الصحابه رضي الله تبارك وتعالى وارضاهم، هو سكت غتمشي غتقلب ليه يعني الطعام غتجي، فيعني غلبه النوم، غلبته عينه فنام. دابا نام يعني كيفاش نام؟ صافي راس امسك ولا دخل في الصيام عاود، هو غيفيق صافي. فلما كان من الغد
كيشتغل كذا كذا فأخشي عليه. فشق ذلك على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات الأخرى على أن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذكر، يعني مثلا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، ثم كعب بن مالك وغيرهم. فأخمة يعني عفوا أراد زوجته ثم تقول له الزوجة دياله قد نمت راه نعست، إذن هي رصيمة. فقال لها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنا ما نمت. فواقع زوجه ثم غدا غيشكي النبي عليه الصلاة والسلام، هنا غينزل قول الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قول الله عز وجل وكلوا واشربوا. انتبهوا شنو غينزل، غينزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. أين قول الله عز وجل من الفجر؟ ما نزل بعد. نزل قول الله عز وجل دابا الآن غينزل بعد مدة. ذكروا فيها يعني الشراح ديال الحديث وبعض أئمة التفسير ذكروا يعني اختلفوا في كم المدة التي نسخت، يعني مثلا يعني هذه الآية نسخت الآية التي قبلها، ذكروا يعني كلاما. الشاهد غينزل قول الله عز وجل، يعني باش راه الوقت سبحان الله مشى، نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما نزل قوله تعالى بعد من الفجر. عندنا واحد الآن واحد الإشكال في وقت صلاة، يعني في عفوا في الوقت ديال الإمساك ولا لا، يعني كان بعد النوم قال حتى البعض يعني بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني البعض قال إما بمجرد ما صلى العشاء وإلا بمجرد يعني النوم إن كان بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، فيها كلام ما بغيتش ندخل في التفاصيل. وإن كان الصحيح والذي ذكر يعني في البخاري وغيره على أنه بعد النوم، هكذا يعني جاء في الفاظ في اللفظ ديال الحديث. فالآن دابا كتشوفوا نتوما بأنه وقع واحد تما يعني واحد نقدر نسميوه مثلا واحد اللبس في تحديد يعني وقت الإمساك. حتى نص شيخ الإسلام قال الكلام ديالو، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، على أن الإمساك ما كانش يعني قبل نزول هذه الآية عند طلوع الفجر. هذا مما جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بمعنى أن الإمساك فوقاش كان بعد طلوع الفجر، أي عند التبيّن. فبقي هؤلاء على الأصل الذي كانوا عليه، أو حين نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، هنا غيوقع واحد يعني واحد اللبس، واحد الإشكال، نوع من الغبش عند جمع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. انتبهوا، أنا يعني شوف الإنسان، أنا يعني الإنسان يتعجب بالله عليك إذا خفي المعنى ديال الآية ياك على جمع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يا أخي بارك الله فيك، لماذا لا يخفى الكلام ديال الأعمش على تقي الدين إليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه؟ ما كلام الله عز وجل أحكم وأقوى من كلام الأعمش؟ وسبحان الله، واش الناس تيقولوا بأنه هؤلاء الأعلام ديال الصحابة؟ ما تنتكلموش يعني على يعني مثلا الإسلام يعني زمان الفاتحة، وما يعني ما تنتكلموا يعني أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، علي أول من أسلم، مين الصبي؟ تكلموا على عبد الله بن مسعود، راه من خمسة الأوائل هذول على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذا الشر المهاجرين. ومع ذلك ما وجد الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من حرج، غيقولوا بأن هذا الشيء وقع واحد اللبس عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن فاش ماشي في الصلاة، بارك الله فيكم، ماشي في الصلاة، ماشي في الموضوع ديال الصلاة. أنا ذكرت لكم هذه المسائل بهذا النوع يعني بهذا التفصيل باش غتعرفوا بأنه راه الموضوع ديال الصلاة راه ما عندهاش الأثر هنا في هذا الشيء اللي تنتكلموا فيه احنا الآن أبدا، ما كاينش الموضوع ديال صلاة الصبح، وإنما الإشكال وقع فقط في الوقت ديال الإمساك. متى؟ فوقاش تينتهي؟ واش حين طلوع الفجر أو عند تبينه؟ هذا هو الإشكال الذي وقع.
ومما يعني سبحان الله العظيم تزيد للعجب ترسلوا مثلا يعني بعض الإخوة جملة من المقاطع ديال الفيديو كذا، بحيث هذه المقاطع هي الحجة عندهم في الإفطار بعد الأذن 40 سبحان الله بعض نص ساعة 40 دقيقة إلى وقيس على ذلك، كل واحد فوقاش تيفطر. كاين اللي كيفطر مثلا كيتسحر بعد نصف ساعة بعد الأذان، 40 دقيقة بعد الأذان، ساعة بعد الأذان، كاين اللي تيقول جوج دقائق 3 دقائق قبل طلوع الشمس. والله العظيم هذا كيشرح هكذا كيشرح جوج ثلاثة خمسة دقائق قبل طلوع الشمس. مشكل. تيرسلوا مثلا مقاطع ديال الفيديو. من المقاطع التي وصلتني واحد الخطبة ديال الجمعة لبعض طلبة العلم. الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه. الشيخ رشيد نافع الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. الخطبة يعني دارها في هولندا. فكان العمدة ديال الكلام ديالو الكلام ديال الشيخ تقي الدين رحمة الله عز وجل عليه، مع أن نقول لكم بأنه الكلام ديال الشيخ تقي الدين، انتبهوا، هذا لو كان صحيحا لما جاز إسقاطه على أهل هولندا أو ألمانيا. أرى هذه بعض الفتاوى العينية التي لا عموم لها، مثلا بمعنى شي واحد مثلا شاف في شي بلاصة مثلا في المغرب تيرق قبل الفجر غنقيسوا داك الشيء على هولندا على ألمانيا، شي راه عجيب. تسول واحد الفتوى ديال الشيخ ابن العثيمين، تيسولوا شي واحد على الإفطار ديال صلاة يعني الإفطار في أثناء المغرب، شوف تيتصل به من الكويت، الكويت عمرة بالمساجد ديال الشيعة، هذا كيمكن تيأذن حين اشتباك النجوم أو حين مثلا يعني صافي الظلمة وداك الشيء ما بقى والو صلاة العشاء، غيجاوبوا الشيخ ابن العثيمين يقول يا ربي لا أنت خصك دير كل ما تعلقش يعني داك الشيء بداك المؤذن، وحنا العالم كامل يعني نفس الشيء تيؤذنوا كيفاش كيؤذن داك المؤذن. سبحان الله، هذه حوادث عينيه يا اخوان لا عموم لها، هذا راه معروف عند الاصوليين وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه احاديث كثيره جدا من هذا الضرب، منها مثلا حديث سلم مولى ابي حذيفه ما يسمى بحديث يعني بين قوسين الرضاع الكبير، ما افتى النبي في واحد الحاله ما يجب ان يقاس عليها ابدا، هذا قول الجمهور ديال ائمه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والراي ديال جمره من الصحابه الا بعضهم كعائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها، الشاهد على انه راه يعني راه ما يستقيم غنسمعوا مثلا واحد الكلام ثم غنقيسوا على الدنيا كامله، شخص نفهموا. هذا لو كان الكلام الذي ذكر صحيحا فما بالك غنقروا الكلام ديال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عليه يذكر اثار الاعماش والاثار ديال المسروق والاثار ديال كذا، وهي كلها في الامساك، في الامساك ماشي في الصلاه ابدا، وغنجي ان شاء الله عز وجل عند الكلام. بل تصور على ان الشيخ حفظه الله عز وجل ذكر حديث سهل ابن سعد الساعدي في صحيح البخاري، والحديث ديال سهل رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه الحجه ديال الجمهور على 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 هادو يعني على الاعماش وكذا. فسبحان الله نجيو الان الحديث، ففي حديث سهل على انه اول ما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا، وما نزل بين الفجر بعد تقول هو سهل يعني في الحديث، وروايات كثيره جدا الحديث في الصحيحين، فحين نزلت وبعد ما نزل قول الله عز وجل من الفجر فهموا الصحابة رضوان الله، كان بعض الصحابة يقول سهل تيستناو التابعيون ثم تربطوا مثلا يعني الخيط الأبيض ثم الخيط الأرغى، غنذكروا الحديث يعني نقروا المتن ديالو ثم غنفصلوا إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث سبحان الله راه حجة على من يقول بالتابعيون، هو يفرق بين الطلوع وبين التابعيون ثم يحتج بحديث ديال الجمهور الذي صححوا به قول من يقول بأن بمجرد طلوع الفجر في الأفق صافي فقد حرم الطعام والشراب وأحلت الصلاة، هذا هو المعنى ديال الحديث السهل، يعني غير تقراه كذا يعني غير تقراه غير بواحد كيسميتو غير بالتأني بالطريوث غيبان لك المعنى ديالو بدون يعني جهد ولا مشقة. ثم الحديث ديال عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه وهو مثل حديث سهل، وحتى أن بعض العلماء شافوا بأن هي يعني بأن القصة كانت في نفس يعني في نفس الوقت، وهذا يعني بعيد جدا لأن الإسلام ممن ذكر يعني هذا القول القرطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وإلا فإن القصة ديال عدي بن حاتم متأخرة، فهو أسلم في السنة السابعة بعد الهجرة، والحديث ديال سهل
ديال سهل رضي الله تبارك وتعالى أرضاه، هو حين نزل بنص ديال الحديث، حين نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا، التبس الأمر على بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. شنو غيوقع؟ بعد مدة نزل قول الله عز وجل من الفجر، فانتهى الخلاف، رفع الإشكال ورفع الالتباس جملة، ما بقاش. هذا بنص الحديث، هذا بنص حديث سهل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فلما نزل قوله عز وجل من الفجر، قد قيل بعد سنة، هذا اختيار القرطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، على أن قول الله عز وجل من الفجر نزل بعد سنة. هو شوف يعني وكلوا واشربوا، بقي الناس يعني بقي فيها نوع من الكلام مدة سنة كاملة. الآن غنقرأ يعني بعض الكلام، نقرأ إن شاء الله عز وجل بعض الكلام حتى يتضح الأمر بشكل أوضح مما إن شاء الله عز وجل اتضح به. أنا تنشوف بأنه الآن يعني المسائل بدأت كتتضح، ما فيها شيء إشكال. الآن غنقرأ إن شاء الله عز وجل الكلام ثم نوضح. طيب، أنا قلت الإشكال الآن يعني فين هو؟ أن هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، انتبهوا يا إخوان بارك الله فيكم، أرى هاد الصحابة كان يفرقون بين العبادة ديال الإمساك وبين العبادة ديال الصلاة. عندهم الوقت ديال صلاة الصبح هو بمجرد انفجار الفجر، بمجرد طلوع الفجر غيطلع في الأفق دخلت الصلاة، دخل وقت ديال الصلاة. ولكن الإمساك ما دخل بعده، فوقاش غيدخل؟ إلى غاية أن يتبين الفجر، حتى نشوفه، حتى يهجم علينا فين؟ في السكاك والطرقات والوديان، في الرك في الدار مثلا، حتى غتشوفوا تما. بل انا غنزيد لكم واحد الحاجه اخرى، ان عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى وارضاه، اراه من علمه النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما اسلم، وعلموا النبي عليه الصلاه والسلام، بدا كيعلموا يعني حتى تيقول هكذا، فنعت لي الصلاه ثم نعت لي الصوم، قال لي النبي عليه الصلاه والسلام فاذا جاء رمضان، دل هذا على انه كان كيعلمه قبل ما يجي رمضان، فصلى ما عنده شي اشكال. فحين جاء رمضان كيتذكر النبي، قال ليه وراني الاوقات ديال الصلاه، ما عنده لا اشكال لا والو. لكن منين جا غيصوم وقع عنده الاشكال، تذكر يعني الوصيه ديال النبي، راه حافظ الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، غيفطر حتى يتبين له، فخفي عليه. شنو دار؟ بدا جاب جوج ديال الخيوط، اما وضعهم تحت الوساده او شدهم مثلا عند اصابع ديال الارجل، وتيستنى غيتبينوا ليه. في جميع روايات الحديث ديال عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى وارضاه، راه ما كانش كينتظر حتى تبينوا ليه، راه غير بدا كيستنى خاف غياكل عند الشمس هي طلعت. فلما كان من الغد مشى زرب عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما انتظرش حتى يتبينوا، فلم يستبين ما يتبين ليه والو، فلم يتبين لي شيء. في جميع الروايات هو تيقول بانه ما تبين لي والو، خلى ذاك الشيء ومشى، لانه لو باقي حتى يتبين له راه طلع لي الشمس. دابا انت في الدار في الكامبو في الباديه، ربط جوج ديال الخيوط، استنى غيبينوا لك، غيبان لك الخيط الاسود حتى تطلع ضربك الشمس، هنا عاد غتشوف الخيط الاسود وتما تفطر امسك. هذا بنص حديث عادي، هو غير بدا شك، سبحان الله العظيم، هو تينتظر الفجر طلع، راه طلع الفجر، واش بغى يدير دابا؟ هو بغى يصوم، بغى يمسك، بدا كيشوف كينتظر داك الشيء، ما بغاش يبان ليه، صافي هو تيقول راه ما بان لي والو، ترك الامر. فلما كان من الغد مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم وضح له. قال البعض انه لم يكن في لغه عدي رضي الله تبارك وتعالى وارضاه هذه الاستعاره، وهو مثلا اطلاق لفظ الخيط على مثلا سواد الليل وبيض النهار. حتى رايت يعني كلام جميل جدا لامام الائمه أبي بكر ابن خزيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمة الله عز وجل عليه، تيقول سبحان الله، هو تيقرأ تيقول راه يعني غنقرأ الكلام لكن الآن الوقت متأخر. تيقول ابن خزيمة، أنا كنت عرفت قديما هذا الذي كنت أعرفه، وهو أن القرآن نزل بلغة العرب ولم ينزل بمعانيهم، بمعاني لغتهم، وإنما نزل بلغتهم. لفظ الخيط، كلمة الخيط كلمة عربية، لفظ عربي، لكن هذه الاستعارة باش مثلا نطلق اللفظ ديال الخيط على السواد، على ظلمة الليل وعلى بياض النهار، هذا لا يعرفه إما العرب أو بعض لغات العرب.
فدل هذا يعني غير تسهل عليك الامر بانه خفيه ماشي ماشي هادشي ما كاينش في اللغه ديالهم فخفيه عليهم المراد من قول الباري تبارك وتعالى وتقدس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فظنوا على ان المراد بالتبيون التبيون الخيط على حقيقته كما هو وانما هو استعاره وانما المقصود والمراد تبيون ديال الفجر. فتما غينزل قول الله عز وجل من الفجر ففهموا الامر اما شي في الصلاه يا اخوان اش ما كاينش الموضوع ديال الصلاه ما عندناش هنا الصلاه ابدا. حنا كنا نتكلموا كلشي هذا الشيء في الصيام في وقت الامساك صافي تسد ارتفع الخلاف فاتحد وقت الصلاه ووقت الامساك بمجرد طلوع الفجر فقد صافي حل وقت الامساك ثم الوقت ديال صلاه الصبح. حل فيكم الناس وياك عيتو سي قاسم يمكن انا ما دخلنا في الموضوع بعده مانيش هنيش شحال نديرو شويه ولا انا نقل غير واحد دابا نختموا ان شاء الله. نقل غير واحد يا اخوان راه الوقت ديال صلاه الصبح اجمع الائمه رحمه الله تبارك وتعالى عليهم على انه ما كانش فيه الخلاف اصلا. غنذكر لكم مثلا كلام ديال ابو عمر ابن عبد البر تيقول فاما اول وقتها فلا خلاف بين علماء المسلمين انه طلوع الفجر على ما في هذا الحديث وغيره وهو اجماع فسقط الكلام فيه. والفجر هو اول بياض النهار الظاهر المستطير المنتشر تسميه العرب الخيط الابيض ثم ساق الايه لا يعرف خلاف. وكنت قد يعني كنت ذكرت الكلام ديال ابو الوليد بن رشد حتى هو نقل الاجماع في الباب ديال الصلاه بانه ليس فيها خلاف ابدا في المواقيت ديال الصلاه. واش يطخف علينا الصلاه ما يستقيم ابدا يستحيل ان تخفى الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام كيصلي بالمسلمين خمسه على من غتخفى على الصحابه على التابعين التابعين غتخفى عليهم يعني غيخفى على ابي عائشه مسروق بن عبد الرحمن مسروق بن الاجدع هذا راس كيت سمع من ابي بكر. وشكون سماه مسروق بن عبد الرحمن؟ عمر سولو قال له ما اسمك؟ تيقول هو عن عمرو الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. قال له ما اسمك؟ قال له مسروق بن الاجدع. مسروق راه سرقوه نيشا وجدوا وجد مسروقا رحمه الله تبارك وتعالى عليه. كان صغير فقال لي عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ما اسمك؟ قال لي مسروق بن الاجدع. قال له سمعت النبي يقول الاجدع شيطان وانما انت مسروق بن عبد الرحمن. اكسلي مع عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه غتخفى عليه صلاه الصبح يا اخوان جزاكم الله خير خاص نفهموا. واش غيخفى على ابي على من غيخفى؟ دابا كنقول لكم راه الاعمش راه من صغار التابعين هذا راه سمع راه راه يعني سمع من مسروق رحمه الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. هذا راه متاخر. سير عند ابو مريم زري بن حبيش رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا راه سمع بل مسروق بن الاجدع راه مخضرم اسلم زمن النبي لكن لم ما شافوش تخفى عليه صلاه الصبح فوقاش كيصليوا الناس صلاه الصبح وعجبه خصنا نفهموا يا اخوان بارك الله فيكم على من تخفى صلاه الصبح؟ ابدا لكن خافية عليه ما خافية عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاهم. هذا الأمر يعني ما يجب أن يفهم على غير هذا الذي أذكره حفظكم الله عز وجل. وهذا الذي ساقه أئمتنا غنقرأ ثم غنتهي. مثلا قال الحافظ ابن جرير وفي قوله تعالى ذكره وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية أوضح الدلالة على خطأ اسمع قول من قال حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر. على من كيتكلم؟ مش على الصلاة تكلم على الصبح. راه هذا ساق الأثر ديال الأعمش والأثر ديال حذيفة ساقهم كلشي ذكره تيقول بأنه راه اختلفوا هاد الناس. فاش اختلفوا؟ اختلفوا في الوقت ديال الإمساك. راه هادو كانوا كيصليو وتيمسكوا. كان الواحد من هؤلاء راه الحديث الاثر اللي ذكره الشيخ تقي الدين الهلالي في الرساله ديالو وسبحان الله نعم صح عن علي انه حين صلى الصبح هكذا بنص الاثر حين صلى الصبح قال
الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا قول علي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أحذيفة تصحر كلا تيقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. شيخ الإسلام تيقول لك نعم إذا كصحت الشراء قبل نزول قوله قل الله عز وجل من الفجر فنوسخ الأمر تنسخ الشراء ترفع ما بقاش. هذا إن صح الأثر عن حذيفة. تيقول القرطبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه حتى غاية للتبين ولا يصح أن يقع التبين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطروع الفجر قدر. فغش يكون التبين ما تيكون بعد طلوع الفجر يا إخوان. اسمع واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الصلاة أو الإمساك. أقل الصلاة الذي يجب الإمساك. فقال الجمهور ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة ماشي كيطلع هذاك الكاذب وإنما المستطير غيجي إن شاء الله عز وجل الشرح. وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. نعم واحد القول بأنه إلى غاية التبين. أما شوف الصلاة يا أخي بارك الله فيك نعم راني معاك كاين الناس اختلفوا هذا القول ديال الجمهور تحتج بحديث سهل ابن سعد رضي الله تبارك وتعالى وارضاه وانت تحتج به يعني للقول يعني لمن يقول بالتبيون. هذا الشيء راه صعب جدا يا اخوان بارك الله فيكم. يعني الان يجب ان خصنا نبحثوا دابا الان بحال اللي كنفتشوا على نقطه البحث غير نوجدوها غير نوجدوها. شتي ذاك النقطه اللي تودرت ديال البحث اجي غير نشدوا فيها غير نوضحوها ومن بعد داك الشيء اذا كنتم مثلا تقولوا بالتبيون نقبلوا رؤوسكم تسحروا بعد الاذان لكن خليهم الناس يصليوا الصبح صح ما تقولش الصلاه ديالهم باطله. راه الفتنه اللي تيقول بان الصلاه ديال هذا النص باطله ماشي الذي يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يصلني بعض الكلام على انه هذا الكلام راه فتنه. شنو فتنه؟ الواحد يبطل صلاه المسلمين ملايين المسلمين تيسمي القول ديالو سنه والذي يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه تيوضح اشني بغى الاعمش اصلا شني بغى يقول حذيفه رضي الله تبارك وتعالى. فصار قوله فتنة مش قوله سنة وأسفه وعجبه. هذا كلام ديال القرطبي. يقول أبو الفداء عماد الدين بن كثير تيقول اسمع أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس. على من رفعوا اللبس سماه للتباس. على من رفعوا؟ على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. علاش حنا ما نقولوا بأن العالم الفلاني أخطأ التبس عليه الأمر. أذكر القول ديال الأعمش لكن راه في الإمساك ماشي في الصلاة. فمشى على ذلك واحد يعني مسلمون يعني بزاف ديال المسلمين الناس يعني أناس كثر فكان لابد من إيضاح الأقوال وتسديد الأفهام. هذا الشيء اللي بغينا نوضحوا ماشي نحاجج. مبدأ الاحتجاج حنا عاد ما وصلنا ليش مبدأ الاحتجاج حنا بغينا غير نبينوا الان بغينا نفهموا المساله كما هي. تقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عليه كما جاء في الحديث الذي رواه ابو عبد الله البخاري تحتج للذين قالوا بالطلوع ثم ذكر حديث سهل. فكيف يساق الحديث ليحتج به يعني لمن قال بالتبيون؟ الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى عليه تيقول إني بت البارحة تتكلم يعني على تذكر الحديث ديال علي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذا قال وإنما هو الذي في السماء. تيقول الحافظ فتبين أن قصة عدي مغاير لقصة سهل. فأما من ذكر في حديث سهل فحملوا الخيط على ظاهره فلما نزل من الفجر علموا المراد وسبحان الله. فلذلك قال سهل في حديثه فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. فحين نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا بدوا تيمسكوا إلى غاية التبيون إلى حين أن يسفر الحال. جمع من الصحابة خفي عليهم أمر وقع واحد اللبس هذا راه بينصي الكلام ديال الحافظ ابن جرير كتمشي ديالي أنا وما اللي ذكروا اللبس يعني أشكل عليهم راه غيجي الكلام يعني خفي عليهم رضي الله تبارك وتعالى وأرضاهم. ثم رفع يقول هو علي بن حاتم فلما نزل قول الله عز وجل من الفجر عرفوا تبان لهم بانه راه بغى الفجر ما بغاش الخيط الابيض والخيط الاسود.
وأما عادي فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح، وحمل قوله من الفجر على السببية. هذا خصنا شرح، أنا الوقت يعني قد أزف. فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر، أو نسي قوله من الفجر. إما نسي خذ الآية وكلوا واشربوا، نسي قول الله عز وجل من الفجر فبدأ كيتبين، وإلا حافظ قول الله عز وجل من الفجر لكن ما كانش في اللغة ديالو هذه الاستعارة، وهو جواز إطلاق اللفظ ديال الخيط على سواد الليل وبيض النهار. ثم الإمام إسحاق رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إسحاق شيخ إسحاق بن راهويه، هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد البين من سواد الليل. شكون هادو؟ هؤلاء رأوا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، بعض أكابر التابعين، شافوا بأنه شوف رأوا جواز الأكل بعد الصلاة، وسبحان الله كلام ديال إسحاق، رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر، جواز الأكل بعد طلوع يعني الفجر راه طلع ثم غيمسك إلى، لأنه الصلاة الوقت ديالها ممتد. جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه حين طلع الفجر ثم حين أصفر، راه غيجي إن شاء الله يعني غيجي يعني غنذكر الأحاديث. فإذا اللي غيصلي مثلا في طلوع ديال الفجر بمعنى من غيطلع الفجر صافي دخل وقت ديال الصلاة. الإشكال واش دخل وقت ديال الإمساك؟ الرأي ديال الجمهور أي نعم، الرأي ديال هادو لا ما دخل بعده لا حتى يتبين. هذا قول إسحاق. ثم تقول هؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة، رأوا أن يصلي المكتوبة بعد طلوع الفجر المعترض مباحا، ورأوا الأكل بعد طلوع الفجر المعترض مباح. يا أخي راه كلام يعني صافي ما خصنا لا شرح له والو. أبو جعفر الطحاوي يقول فلما كان حكم هذه الآية زيد قد كان أشكل على من؟ وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بيّن الله عز وجل لهم من ذلك ما بيّن، وحتى أنزل من الفجر بعدما قد كان أنزل حتى يتبين لكم الآية، فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم. يعني كان شيء يعني شيء كلام أوضح من هذا الكلام؟ إذن هذا الناس وناس من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم حين نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا فهموا بأنه أشكل عليهم، فبدأوا مثلا تيمنعوا تنتهيوا من السحور إلى غاية التبيّن. تقول الطحاوي رحمة الله عز وجل عليه حتى نسخ الله عز وجل بقوله من الفجر على ما ذكرنا على ما ذكرنا ما قد بينه سهل في حديثه. اسمع، واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول تلك الآية، فلما أنزل الله عز وجل تلك الآية أحكم ذلك ورد الحكم إلى ما بينا فيها. إذن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه وغيره من الصحابة كان كيوخروا الإمساك إلى غاية التبيّن، نعم، لكن قبل نزول قول الله عز وجل من الفجر. إذن ما عندناش المشكل في الصلاة، راه كل شيء اللي تيذكر الكلام أرى تيذكر الموضوع ديال الإمساك، أما الموضوع ديال الصلاة والله لا خلاف فيها أبدا أبدا وقحمت، لأنه المتأخرين اللي جاء ومنهم الشيخ تقي الدين هلالي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، صلى الله عز وجل أن صلى الله تبارك وتعالى أن يكون قد احترح له في الفردوس الأعلى. قلت راه خفي الأمر على الصديق وعلى عبد الله بن مسعود وحذيفة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خفي الأمر صافي داكشي اللي كاين. يعني هو لما ساق هذه الآثار بدا كيتكلم يعني عن الصلاة وتخطى يعني التوقيت وكذا وداكشي، هي ما كانش الموضوع ديال الصلاة أبدا، ما كانش الريحة ديال الصلاة لا من قريب ولا من بعيد. طيب الكلام ديال ابن المنذر رحمة الله عز وجل عليه، كلام ديال ابن رشد، أنقرأ كلام ديال النووي تيقول صلاة الصبح من صلوات النهار، هذه خصها شرح سبحان الله، ولكن شرح صلاة الصبح من صلوات النهار. علاش؟ لأن هادو عندهم صلاة الصبح، أرى ماشي من صلوات النهار يا إخوان، خصنا نكتبوا ممكن غدا إن شاء الله.
يعني باش غنوضح كيف ان هؤلاء راوا بان الصلاه ديال الصبح من صلوات الليل. نعطيكم غير الفائده فقط. تصور دابا انت معي بان الاعمش مثلا غيمسك الى غايه طلوع الشمس، راه ابو عروه معمر ابن رشيد كان كيأخر، يؤخر السحور حتى يقول الجاهل ان لا صوم له. ما يعني هكذا الاثر، حتى يقول ان لا صوم له. طيب واش هو عنده صلاه الصبح من صلوات الليل ولا من صلوات النهار؟ من صلوات الليل، والا غيكون قد افطر نهارا. يعني اذا قلنا بانه عنده هو صلاه الصبح من صلوات النهار، فوقاش غيكون مسك؟ مسك في النهار، لان صلاه الصبح فوقاش الى غايه طلوع الشمس، من يعني انفجار الفجر، من طلوع الفجر الى الى قبيل يعني طلوع الشمس، هذا هو الوقت ديال صلاه الصبح. عندهم هذا الوقت كل شيء يسمى ليل. علاش؟ راه كيتسحر فيه يلزمه ان يكون من الليل. فقالوا بان الليل يمتد الى قبيل طلوع الشمس. هذا قول شاذ لا يصح. وقد نقل غير واحد الاجماع على ان الصلاه ديال الصبح من صلوات النهار، ما بين قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الابيض، راه النهار. الخيط الابيض شيء النهار. وحنا فوقاش كنصوم؟ يعني اذا قلنا باتحاد الوقتين، يعني الوقت ديال الصلاه والوقت ديال الامساك، حين يعني مثلا يستطيل في الافق، اذا صافي دخل النهار. وقد ذكرنا بان اول جزء من النهار المحاذي لاخر جزء من الليل ما ينبغي الا ان يكون مظلما. الشيخ نوضحه هنا ان شاء الله عز وجل يعني الى الغد. تيقول وبه قال العلماء كافه بان صلاه الصبح من صلوات النهار، ليست من صلوات الليل. ثم قال الا ما حكاه الشيخ ابو حامد في تعليقه عن قوم انهم قالوا ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل، يعني الامر صعيب. فمن شافوا بانه يعني يخرج الامساك الى غايه التبيون، قالوا بان راه هذا الوقت لا من الليل ولا من النهار، ما نسميه لا ليل ولا نهار، وما غيخرجوا من المشكل، والا تلزمه بانه افطر نهارا، راه تكلا في النهار، وشكل رمضان هذا؟ هذا الائمه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فباش غيخرجوا من الاشكال، قالوا بان احنا هذا الوقت ما نسميه لا نهار، حتى هذا ما بغاش يقول بان صلاه الصبح من صلوات الليل، مشكلة عنده، راه عنده اشكال الا قال من يعني من صلوات الليل. وكيفاش غيكون صلاه الصبح من صلوات الليل؟ من صلوات النهار. إذا قال من صلوات النهار يلزمه أنه يفطر نهارا. ففين مشاو؟ مشاو بأن هذا الوقت إلى غاية التبيون، إلى غاية يعني حتى غيمسك، لا هو من الليل ولا هو من النهار، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. هكذا كيفهموا الناس، هكذا فهموا الفقهاء ديالنا المسائل. ما عندناش العلاقة في صلاة الصبح. أنا في صلاة الصبح أين هي صلاة الصبح؟ ما كايناش هنا، جزاكم الله خير. تقول بل زمن مستقل فاصل بينهما، إذن هذا الزمن فاصل عند هؤلاء. قالوا وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار، لا تقام لا في الليل ولا في النهار. وحكى الشيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة ابن اليمان وأبي موسى الأشعري وأبي مجلس والأعمش رضي الله عنهم أنهم قالوا آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار. أرى يلزمه إلزاما، غيقول بان اخر الليل هو قبيل طلوع الشمس، كيفطر تما، راه تما يمسك، راه تيمسك في ذاك الوقت، اذا عنده الليل هو راه يمتد فوقاش الى قبيل طلوع الشمس. قالوا اخر الليل طلوع الشمس هو اول النهار. قالوا وصلاه الصبح من صلوات الليل، اما انها لا من صلوات الليل ولا من صلوات النهار، واما انها من صلاة ما أو من يعني من صلاة الليل. أما غتكون من صلوات النهار فهذا يستحيل غيقوله، وإلا يلزمه غيمسك تما من غيستطيل يعني حين يستطيل في الأفق. ثم قال النووي وللصائم أن تيقولهما وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس، ماشي حتى يصلي حتى تطلع الشمس. صاحبي أرى الصلاة عنده ما فيهاش الإشكال، صافي غير ينفجر الفجر أدخل وقت الصبح، المشكل الآن يعني كان غير في الإمساك. اسمع هكذا نقله ابو حامد عن هؤلاء ولا اظنه يصح، حتى النووي استبعد، وله ان يستبعد، وله ان يستبعد، هذا وان كان قد صح عنه نعم، لكن الى غايه طلوع الشمس او الى غايه الاصفار كلام، سنقول راه الامر صعيب، صعب جدا. يقول ولا اظنه يصح عنه. وقال القاضي ابو الطيب وصاحب الشامل وحكي عن الاعمش انه قال هي من صلوات الليل، وإنما قبل طلوع الشمس من الليل إلى آخر الكلام. طيب
غنزيد نقرا غير كلام ديال شيخ الاسلام ثم غننتهي. اخر يعني اللي غنذكروا كلام شيخ الاسلام. طيب يقول شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى عليه كيقول: فهذا نص من النبي صلوات ربي وسلامه عليه ان الانتظار الى ان يتبين مواقع النبل. النبل ايش كان يصنع بعض الصحابه؟ تيشدوا السهم تيبدا يضربوا حتى يتبين تعرف بانه راه صافي انتهى الموضوع ديال ديال الامساك صافي خاص يمسك. كان بعض الصحابه يصنعوا هذا عند الافطار يعني في الافطار وكيصنعوه يعني عند الامساك تيشد تيضربوا راه بان الحاله صاحبي راه بان تيضرب النبل. فمين غيكون صافي تيبان بالله فين طاح تما غيمسك. يقول شيخ الاسلام: وينتشر الضوء. اسمع، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان الانتظار الى ان يتبين مواقع النبل وينتشر الضوء حتى يتبين العقال الابيض من الاسود غير جائز. وان بعض المسلمين كان قد غالط هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. اسمع، كان قد غلط اولا في فهم قوله حتى يتبين. شكون هذا؟ يا سبحان الله، واقراو انتم يعني الرساله ديال الشيخ تقي الدين مثلا، شكون ذكر؟ ابو بكر، عثمان. تيقول شيخ الاسلام غلط هؤلاء، هذا كلام شيخ الاسلام. قد غلط اولا في فهم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض ومن الخيط الاسود من الفجر، ثم نزل قوله من الفجر، وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك. شكون هذا؟ عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. وايضا قوله، ولكن يقول هكذا تشرح الحادث يعني ان شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، وفرق بين السبابتين، وقوله لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل في الأفق، وفي لفظ نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر أو يطلع الفجر، دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر فقد حرم الطعام، وقد بين ذلك قوله وأما الذي يأخذ الأفق فهو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام، فبين أن الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام. وأما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا على خلاف ذلك. سد الكتاب انتهى الموضوع. شو الناس مزيان ما عندناش صلاة الصبح، ما كاينش صلاة الصبح. الناس تيتكلموا على الإمساك، تيتكلموا بأنه بعض الصحابة وبعض السلف وبعض التابعين غالطا في فهم قوله عز وجل وكلوا واشربوا، انتهى الموضوع. ما عندناش الخلاف صلاة الصبح، غنبداو نقراو منها انا حتى العام اللي ماجي. واقولها واعي ما اقول جيدا، ما يستطيع احد غيجيب شي واحد من ائمة السلف تيذكر بان الخلاف راه وقع في صلاة الصبح، ابدا ما يقدرش شي واحد غيجيب جملة من ذلك. الخلاف كاين في الامساك ابدا. غنبقاو غنفرغوا يعني المصنفات الفقهيه والحديثيه وزيد والشروحات، غنبقاو نقراو حنا ما نعكزوش. انا قلت لبعض الاخوان البارح غنقراو الرساله ديال الشيخ تقي الدين رمضان كامل نقراوها حرف حرف، غنبشوها يعني هكذا يعني بالمناقيش حرف حرف، ما كاينش اشكال ابدا. ما تماش الريحه ديال صلاه الصبح، ما كاينش صلاه الصبح، اقحمت بالسيف ندخلوها صاحبي ما يستقيم. هذا دين الله عز وجل؟ لا ابدا. فإذا الذي يجب كما قلت يعني غنشدوا بعد النقطة ديال البحث نوضحها ثم بعد ذلك نستمر في الكلام. أنا كنت بغيت نقرأ يعني الكلام ديال الشيخ تقي الدين، غنمشيو ياك يا غبغة صافي غنتهي إن شاء الله عز وجل بسرعة. شوف، قال شيخنا مبارك فوري رحمة الله تبارك وتعالى عليه يعني آخر ما أذكره، تيقول هذا في الرسالة ديالو، وللأسف شوف بعض الإخوان كتب يعترض على القول ديال الشيخ تقي الدين. تيقول فين قال الشيخ تقي الدين بأن الخمسين آية تقرأ في دقيقتين؟ فين قالها؟
وكأن الشيخ تقي الدين تبعو له يعني مليون مجلد، 100 مجلد عنده في المكتبات، راه رسائل صغيره، انت ما قريتيش حتى رساله في 4 ديال الصفحات، انت تمسكوا بعد الاذان بساعه ما قريتيش رساله في 3 ديال الورق هذه الصفحات، وتيده يعني بواحد النبره داك الشيء كذا فين قالها تخلع. اي نعم، في الرساله في 3 صفحات يا اخي، الا كبرتيها بالورد بزاف جبتيها غتجبد 7 ديال الصفحات، رساله صغيره انت ما قريتيهاش لم تقرا. ها تيقول قال شيخنا اي مبارك فوري حديث حذيفه اخرجه الطحاوي في شرح الاثار من روايه زر بن حبيش قال تصحرت ثم انطلقت الى المسجد فمرت بمنزل حذيفه فدخلت عليه فامر بلقيحه فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل، قلت اني اريد الصوم، ثم سخ الاثر. قال محمد تقي الدين الهلالي، هو الان تتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عليه، نقول للقاصرين والمقصرين ماذا في صيام النبي صلوات ربي وسلامه عليه وصيام حذيفه وزر بن حبيش؟ ما فيه والو، لان الايه في التنسخات، يعني كان هذا الا اذا صح الاثر، راه غيجي بان هذا الاثر لا يصح، بمعنى يعني الفعل ديال حذيفه لا يصح رفعه الى النبي، الفعل ديالو هو، لكن فعل داك الشيء النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يصح. وغنتكلموا على عاصم ابن ابي النجول، هو اللي روى الحديث، شنو قال الامام النسائي نيت هو راه تيقول روى الامام النسائي، حنا غنجيبوا الكلام ديال الامام النسائي، وفي تحفه الاشراف شنو قال فيه، راه ما صححه ابدا، انتبه، ما فيه والو. صام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم في ذاك الوقت امسك، هذا ان صح فالحكم تنسخ، هذا الشيء هو اللي تنقولوا. شكون اللي كيقولوا الحفاظ والائمه شراح ديال الحديث بانه لما نزل قوله تعالى من الفجر تنسخ هذا الحكم، يعني الى غايه التبيون. تيقول شيخ الاسلام كيف تقرينه، إما قد غلط يعني غلط بعضهم في الفهم، وإما أن الأمر قد كان ثم نسخ. إذا إما ثمة يعني عدم الفهم، يعني مثلا يعني ذهب عليهم اللبس الإشكال وذاك الشيء، وإما أن الحكم نعم كان كذلك ثم ارتفع ونسخ بقول الله عز وجل من الفجر. تيقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه فإن قلتم كان صحيحا تبين لكم فساد ما ظننتموه من وجوب القضاء على من أكل بعد صفر المغربية، مع أنها تصفر بليل. نعم هذه البدعة ديال الإمساك ما عندهاش الأثر، فهادشي اللي كنتكلموا فيه راه غيجي الكلام بالتفصيل، راه بقاو هنا واش حنا كنتكلموا ياك سي عثمان، خصك هادشي خصك تفصل، خصك تنخل، باش يعني حنا ما كنتكلموش على البدعة ديال الإمساك. نعم غيصفر مع جوج ديال الليل، هذه بدعة الإمساك، وهو الشيخ تيقول راه كتصفر قبل طلوع الصادق والكاذب، ها مع انها تصفر بليل قبل طلوع الفجر الكاذب والصادق. هذه بدعه الامساك كانت قديمه، ما بقاش دابا هنا في الناظور، ما بقاش داك قيمه الزمارون في الصفات، ما بقاش داك الشيء اصلا كاع. في بعض المناطق والله ما عرفت. ثم قال وذهب معمر وسليمان الاعمش وابو مجلز والحكم ابن عتبه الى جواز التصحر ما لم تطلع الشمس، واحتجوا في ذلك بحديث حذيفه الذي اشار اليه الترمذي وعن ابن جريج. قلت لعطاء، ثم ذكر كلاما طويلا عن معمر انه كان يؤخر السحور جدا، هذا ذكروه يعني جل الشراح في تذكروه في كتاب الصيام في الباب ديال الامساك، والله ما كان في مواقيت الصلاه ابدا، حتى يقول الجاهل لا صوم له. وروى سعيد بن منصور وابن ابي شيبه وابن المنذر من طرق عن ابي بكر انه امر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر. وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه انه صلى الصبح ثم قال الآن، قلت لكم كبيرات، حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقال ابن المنذر، ذهب بعضهم إلى آخر الكلام، ثم غيختم تيقول وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تصحرت، كذا في عمدة القاري وفتح الباري. هنا انتهى الكلام ديال الشيخ تقي الدين، انتبهوا، نقل هذا الكلام عن المبارك فوري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا ماشي الرأي ديال مبارك فوري أبدا، مبارك فوري تيخالف هذا الشيء، يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد هذا الكلام مباشرة، راه بقى سطر ما ذكرش الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ثم المبارك فوري من ذكر الكلام انتقل عند واحد المسألة أخرى، فبماذا ختم الكلام؟ ختمه بقوله قلت مبارك فوري تقدم الجواب عن حديث حذيفة ضعفه، وغيجي الكلام غدا إن شاء الله عز وجل. واما الاثار ديال الاعمش وديال بسروقي بن عبد الرحمن وديال معمر وفلان، واما الاثار هو راه هو اللي ذكرها نيت، فهي لا تقاوم الاحاديث المرفوعه الصحيحه، هذا الراي ديال من؟ هذا الراي ديال مبارك فوري. اما ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى عليه وقوله
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح وقال إهنا. وقال ابن المنذر ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهر، هذا ماشي الرأي ديال ابن المنذر، هذا اللي يرد عليهم. ماذا يقول ابن المنذر؟ تقول كان مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون يحرم الطعام والشرب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا تقرأ وروينا فيها خلاف عند المحدثين، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال عطاء وعوام أهل العلم علماء الأمصار وكذلك نقول. شكون هذا؟ ابن المنذر. إذن وخذ كردك الأثار لكن وراء وتقول لك راني مع الجمهور، هذا الشيء خطأ. ثم قال وفي الباب قول ثان، هنا غيذكر كلام شيخ تقي الدين، وروينا عن علي أنه قال إلى آخر ما ذكر. إذن كلام ديال ابن المنذر ترد على هادو. ثم ساق الكلام ديال إسحاق بن راهوي أن رحمة الله عز وجل عليه خطأها، يعني خطأهم ثم حتى مر عليهم كفارة ولا غير ذلك. مش هذا هو الكلام ديالنا، احنا بغينا نقولوا بأن هذا القول لا يصح، هذا القول انعقد الإجماع على خلافه. قال بعض أهل العلم قول شاذ، نعم، وإن قال به بعض الأكابر، البعض يقول كتقولوا قول شاذ على القول الأعمش وكذا، أنت ما فهمش أصلا ما كيتكلموا على الإمساك، أنت أصلا ما فهمتيش بأنهم راه تيتكلموا بعدا على الإمساك، ترى كأصحاب لك تيتكلموا على الصلاة. أرى العلماء اللي قالوا بأنه قول شاذ أرى تيقصدوا الخلاف الذي حصل في الإمساك. أعتذر عن الإطالة، جزاكم الله خير. نكمل بإذن الله عز وجل غدا، واقتضى إذا اقتضى الحال غنتمو حتى بعد ذلك. هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.